فمن أخلاق السلف الإمام الذهبي قال إذا قريت لزول آية وحديث وأبى أن يأخذ قال فاخنقه. ده الذهبي في سيارة أعلام النبلاء قال فاخنقه. ها قال وابرك على صدره تخنقه كده وتبرك على نحن هذا لسه بشدد ما أنت بليد ولا جنو يا صاحبي أنت ما قريت كلام السلف الله يهديك فهمت. قال تخنقه تبرك عليه وتقرأ عليه آية الكرسي ده نحن عملناه حصل بركنا في البرع ولا لذلك فهمت. وده لو بركت فوق وما بتعمل له حاجه ذاته زول رقبته والله سيف ما يدلي انا ما اعرف الزول ده قاعد ياكل من وين ذاته فهمت. امشي افتح بلاغ. فده القاعدين هنا موجودين بينشر في الباطل والشرك بالله سبحانه وتعالى. احنا ما طبقنا لسه كلام السلف اقوال السلف ما عملناه. ها ابن عباس جاء واحد قال له قد تكلم في القدر واحد من اصحابه فقال له أو قد فعلوها أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لئن أريتني واحدا منهم قال لأطعنن بأصبعي هاتين في عينيه. ده ابن عباس رضي الله عنه فهمت. ودي كان أخلاق السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى مع منه لكن مع الزول الداعية للبدعة. أصل المبتدع نوعين. المبتدع ده شنو؟ ده الزول اللي بيجيب له حاجة جديدة وينسبها للدين. العلماء قالوا نوعين. النوع الأول زول مبتدع لكن جوا نفسه ما بينشر البدعة أو الفسوق أو الباطل قدام الناس فده ما بيجوز الكلام فيه في المنابر وأمام الناس لأن هذا من نشر الباطل وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين. وفي واحد تاني زول بيدعو زي محمد المنتصر لذلك زي عبد الحي يوسف زي مين محمد الأمين إسماعيل الهواري غيرهم محمد حسان غيرهم ديل بينشروا باطلهم أمام الناس. فديل العلماء قالوا واجب الكلام فيهم بأسبابهم واجب فهمت. هذا كلام السلف وتأصيله. قال والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لكن ده قال لك أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم شنو أطفيها. ده هو المسلم. طيب قال هل التحدث مع الكيزان مع العلم أنهم الحزب الحاكم يعد من الخروج؟ لا ما يعد من الخروج لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يرد فتنة خلق القرآن القول بخلق القرآن ومعلوم أن القرآن هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود غير مخلوق. الفتنة هذه تولاها الحاكم المامون ومين ومين والمتوكل وغيرهم تولوا كبر هذه الفتنة. والإمام أحمد كان بيأصل للناس أن القرآن كلام الله غير مخلوق وجلده في الكلام ده ألف صوت. الإمام أحمد 18 شهر بيجلدوا فوقه عليه رحمة الله وصابر وبعد ما تكلم فما في حاجة يسمى حزب حاكم أو ما حزب حاكم. حزب بننجمك طوالي أما بقيت حاكم سواء كنت تابع للحزب الحاكم أو لغير الحزب الحاكم ما بنتكلم فيك. بعد تنزل زي علي عثمان مثلا ده بعد ده بنضجر به. ليه؟ لأنه نزل انت في ذول قال لك تفكه فهمت. تنزل تحت بننجمك. أما بقيت حاكم بنسكت منك. ها بنسكت منك وما بنتكلم في المثالب بتاعتك. تنزل تحت بننجمك. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فما في حاجة يسمى حزب الحاكم. الإمام أحمد رد على الجهمية مع أنهم كانوا الحاكمين. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.